توينت تيربو مع فيصل الصيخان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مسي عليكم بالخير ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج توين تيربو. أنا أخوكم فيصل الصيخان. برنامج توين تيربو مثل ما عودناكم يجيكم كل يوم أحد من الساعة 8 للساعة 9، نتكلم فيه عن رياضة المحركات بشكل عام وكل شيء يتعلق بالفعاليات والبطولات. لكن لنا فترة تقريبا، لأن الموسم شوي يعني فيه هدوء، ما في فعاليات ولا بطولات، قاعدين نتكلم في مواضيع تهم عامة الناس. كل واحد يسمعنا ممكن يستفيد من المواضيع اللي نناقشها. قبل فترة تكلمنا عن الرضا المستخدمين، رضا أي شخص عنده تأمين على سيارته من قبل الشركات المؤمنة، وتكلمنا عن التضليل وأنواع التضليل والتلميع، وشلون تعرف المحلات اللي تستخدم مواد للتلميع والتضليل جيدة واللي تستخدم مواد غير جيدة. اليوم يمكن حلقتنا شوي خاصة بتكون عن الصيانة، وطبعا كل واحد عنده سيارة لابد أنه يمر ويهتم أنه يسوي صيانة في أو على سيارته. بس يمكن اليوم مخصصين شوي الصيانة لجهة معينة، وبيكون معنا ضيفنا مثل ما أرسلنا تغريدة قبل شوي، ويمكن أنا أرسلت تغريدة بعد من أول يوم. فنرحب كلنا بالأستاذ ميثم عبد الله آل مسكين، مدير عموم الصيانة العامة بشركة الصيانة العمومية أوتو ستار إكسبرس. مساء الخير أبو حسن. السلام عليكم. مساء النور، حياك الله أخوي فيصل. عليكم السلام، الله يحييك إن شاء الله، ورحب فيك في برنامج توين تيربو. حياك الله، رحب بأستاذ فيصل وبجميع المستمعين. الله يسلمك. طبعا بداية خلنا نتكلم بس على أساس اللي يسمعونا يعرفون حنا نتكلم على إيش، اللي هي أوتو ستار إكسبرس. يعني في البعض أساس يعرف حنا نتكلم عليه، يمكن البعض معه سيارة والمفترض أن صيانته تكون في أوتو ستار إكسبرس بس ما يعرف الموضوع ده. أعطي نبذة بسيطة أستاذ فيصل تسمح لي عن شركة العيسى. طبعا أوتو ستار إكسبرس هي أحد شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، ومجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة تكون من ثلاثة شركات أساسية، اللي هي عبارة عن الشركة الوطنية العمومية للسيارات باختصار لهنات، وايضا عندنا بس لتاجير السيارات، وشركه اليسر اللي هي شركه تمويليه للعملاء لشراء السيارات. احنا نكون تحت شركه نات اللي هي عباره عن عده شركات ما شاء الله. نبدا مع نيسان العيسى، وعندنا ايو ام اللي هي الوكيل المعتمد لسوزو في المنطقه الوسطى، وعندنا ايضا اللي هو العيسى اكاديمي كاكاديميه للموظفين لتعليم اللغه الانجليزيه وايضا التعليم الفني، وعندنا إضافة لذلك اللي هو أوتو ستار اللي كان سابقا الناس تعرف أوتو ستار. الآن أوتو ستار تحولت إلى ثلاثة شركات، لعبارة عن أوتو ستار لمبيعات السيارات معارضها المتوفرة في المملكة، عندك قرابة 30 فرع حول المملكة ما شاء الله، وعندك أوتو ستار إكسبرس متخصصة في الصيانة فقط ومختلف أنواع الصيانة، عندك الصيانة السريعة والصيانة العامة بالإضافة إلى إصلاحات البدي والسمكرة. ممتاز. وآخر قسم منها اللي هي عبارة عن أوتو ستار إطار غيار، أوتو ستار سبير بارت. ممتاز. طيب لو نبي نتكلم خلينا نأخذ فيما يخص التخصص اللي هو الصيانة، المراكز هل مخصصة عندكم فقط لصيانة سيارات اللي وكيلها العيسى، ولا ممكن صيانة العامة لأي سيارات؟ هي الصيانة العامة، يعني إحنا الآن في أوتو ستار إكسبرس تحتوي على 20 ورشة حول المملكة، ممتدة من الشمال الجنوب الشرق والغرب والوسطى طبعا، فهي تستقبل مختلف أنواع السيارات بحكم بأن أوتو ستار تبيع تقريبا عندك 8 شركات عالمية، منها اللي هي نيسان وتيوتا وهوندا وهونداي وكيا ومازدا، هذه كلها السيارات تنطوي تحت أوتو ستار. فالعميل له الخيار مع شراء السيارة، ممكن يجيب السيارة إلى أوتو ستار إكسبرس ونعمل لها السيرفس اللي هي الصيانة الوقائية. ممتاز. طيب انا مثلا اخذت سياره من وكاله الاوتو ستار اللي هو العيسى، نعم، معلش اغلب الناس يعرفون العيسى الاسم، صحيح، اخذت السياره، هل صيانتها الدوريه، سياره جديده اخذت، هل صيانتها الدوريه تتم في هذه المراكز الاكسبرس ولا لا في مراكز ثانيه في نفس الوكاله؟ ممكن للعميل الخيار بانه يقوم بالصيانات في نفس الوكيل سواء كان نيسان، او ممكن يرجع لنا اوتو ستار ايضا تويوتا، او يرجع لنا اوتو ستار، ما عندي مشكله ان احنا كوكيل معترف فيه.
ممتاز. لكن الضمان ساري عندكم؟ الضمان ساري نعم، لو في أي حاجة بإمكانه أنه العميل يتخاطب مع الضمان في الشركة نفسها بمضمون الفواتير الموجودة معه وبمخاطبتنا إحنا بقسم الصيانة، ممكن نفيدهم بالصيانات اللي قامت على السيارة في ملف كامل عن السيارة. ممتاز، يعني سيستم واحد اللي رابط بين مراكز الصيانة السريعة وبين الشركة نفسها الأم الأوتوستار. نعم. طيب السيارات في عندكم قسم، ما أدري إذا كان موجود الآن، كان في سيارات المستعملة أعتقد سابقا، كان في اللي هو السيارات المستعملة، وإن شاء الله بتكون كفكرة تجديدية لهذا القسم. يعني كانت أوتوستار بأول ما بدت بداياتها مع السيارات المستخدمة، وبعدها وقفوا الفكرة هذه وبدأوا بمبيعات السيارات الجديدة. الآن الفكرة الجاية إن شاء الله بيكون أيضا في قسم للسيارات المستخدمة. ممتاز. كان في عروض قوية من عند أوتوستار اللي هو كان يسمونه الإيجار اليومي تقريبا، وبعدين في الأخير ممكن تتملك السيارة، هل ما زالت العروض؟ ما زال نعم متوفر عن طريق مختلف الشركات، منها اليسر، منها عندك أيضا بيت المتاجرة، عندك عن طريق الراجحين، طريق البنك الأهلي، يعني هذا حلفاء لنا في عملية تمويل السيارات العمالة. طيب الآن لو قلنا السؤال، وش الوكالات اللي تمتلكها أو السيارات اللي تبيعها، اليابانية الأمريكية؟ إحنا كنا عارفين أن العيسى كان ماخذ وكالة جي إم أحد، أي كان مع المنافسين الجميح، وكان في بعد بالبيد، وكان في التوكيلات. نعم. فالآن أتوقع العيسى ترك الجي إم واتجه إلى نيسان. صحيح كلام. وش في غير نيسان كمان أتوقع فيه؟ طبعا مع بالإضافة لنيسان موجودة له شركة إسوزو اللي هو AUM الوكيل المعتمد، ولكن في المنطقة الوسطى، وبالإضافة لذلك اللي هو أوتوستار. أوتوستار زي ما قلنا هي تتكون من عدة شركات، يعني تحت سقف واحد مختلف الخيارات من الشركات العالمية. نيسان موجودة عندنا بحكم أن سيستر كمباني لنا، موجودة معنا اللي هو هونداي، موجود مع هوندا، تويوتا، كيا، مازدا، هذا السيارات اللي عليها الطلب غالبا. طيب أنتم تعتبرون وكيل منافس؟ يعني مثلا خلينا نقول الحاج حسين علي رضا مازدا، أنتم تعتبرون نفس المنافسة؟ هونداي خلينا نقول الناغية، احنا ما نقول وصلنا إلى المنافسة، لأن احنا مستوانا يقول ما احنا كوكيل، احنا سب ديلرز قاعدين نتعامل فيها، بس تقدمون نفس الخدمات؟ نقدم الخدمات نفسها اللي يقوم فيها الوكيل. والضمان؟ والضمان نفس الشيء، لا في أي ضمان، مخاطبة شركة الضمان مباشرة. طب في يعني في تحفيز في الأسعار أجل ولا؟ والله في عروض تقوم فيها وتستعمل من فترة وفترة، مثلا نيسان الآن احنا شغالين مع الأخوان في شركة نيسان العيسى، نفس الأسعار العميل للخيار يقوم بالصيانة في العيسى أو في العيسى وتسار إكسبرس. طيب خلينا نتكلم شوي عن موضوع نيسان، لأنه في ناس كثير يعني فترة انتقال الشركة من وكيل السابق الحمراني إلى الوكيل الحالي العيسى. أول شيء نبارك لكم على الخطوة هذه. الله يسلمك. يعني خطوة يمكن أنا أقول لك جريئة شوي، أنه الشركة من زمان كانت يعني منافسة وبقوة في السوق، جاتها فترة يمكن عدم توفر قطع غيار، الصيانة ما كانت بالشكل المرضي، فدخول العيسى أو شراء العيسى لهذه الشركة يمكن مخاطرة وخطوة جريئة، لكن هل وصلتوا إلى خلينا نقول انه الحد انه تقدمون الخدمه بالشكل المطلوب او الى الان؟ لانه شفنا موضوع الشوروم ما زال الى الان في قله يمكن او على بدايه. يعني انا اتكلم نيابه عن اخواننا في العيسى نيسان، ما يزعلون علينا شاء ان شاء الله ما يزعل علينا. نعطي نبذه بسيطه. طبعا العيسى كان متمركز سابقا في الرياض، ولكن حول المملكه كامله بشركه أوتوستار إكسبرس او بشركه الأوتوستار من اول كانت تعرف، الان أوتوستار إكسبرس. افتتاح الفروع الحمد لله هم شغالين على هذا الموضوع، يعني لقيت في الرياض ما شاء الله معارض احترافية متميزة تختلف عن أغلب المعارض الموجودة للوكلاء الموجودين حاليا العالميين في سوق السيارات، تمددها داخل المملكة بدراسة لكل المناطق، ويستهدف المناطق اللي خلينا نقول الكثافة السكانية أول حاجة الوصول للعملاء، سواء كان عندنا في المنطقة الوسطى، في المنطقة الشرقية، في المنطقة الغربية، وفي امتداد الحمد لله الآن في مشاريع كثيرة في امتداد فيها في المناطق الشمالية والجنوبية. هذا كله يأخذ وقت، يعني البحث عن الموقع المناسب هذا شيء أساسي. تبغى تكون قريب للعميل، تبغى تغير الصورة القديمة زي ما قلت، الناس بدأت تشتكي فترة، أخذت موقف صراحة، أخذت موقف أساس تعدل الموقف هذا، تبدأ بشيء مناسب يجذب الناس لك فعلا. طيب أنا أستاذنك أستاذ ميثم وأستاذ المستمعين، نطلع الفاصل الأول وعقب إن شاء الله راجعين متواصلين معكم بتوين تيربو، خلكم معنا. توين تيربو مع فيصل الصيخان. يا هلا ويا غلا فيكم، حياكم الله من جديد بتوين تيربو.
نتحدث اليوم مع الأستاذ ميثم آل مسكين، مدير عموم الصيانة العامة بشركة الصيانة العمومية أوتوستار إكسبرس، وتكلمنا بأشياء كثيرة عن فروعهم، عن السيارات اللي تشملها الصيانة والضمان. هم تقريبا يعني شركة في عندهم سيارات كثيرة متوفرة، مثلهم مثل أي وكيل ثاني، يأمنوا لك السيارة والضمان ساري عليهم، يعني نفس الوكيل، مع وجود صراحة عروض مغرية في الأوتوستار. دائما نسمع أن عروضهم مغرية بأسعار حتى في نظام الإيجار اليومي. طيب أستاذ ميثم، لو رجعنا نتكلم عن هل في موديلات معينة، أو مثلا يجيك واحد معه سيارة 2007 2008 يمكن قديمة شوي، تقبلون صيانة السيارات دي؟ والله في أغلب السيارات ما نقبل صياناتها يعني، بس ما نتكلم عن جدا قديمة، لأن في بعض السيارات القديمة نواجهها دائما مشكلة قطار غيار. السيارات القديمة صعبة توفير قطار غيار لها في السوق، بس حاليا العميل مخير يعني بين هل هو يجلب قطار غيار أو إحنا نجلب قطار غيار. حاليا أغلب السيارات تباع عن طريق أوتوستار كلها سيارات حديثة، تكلم 2014 هو نازل، ممكن يلاقي 2013 هو شيء نادر، أغلبية 2014. نحاول نواكب السوق. في عندكم تمديد ضمان مثل باقي الشركات؟ في ضمان اسمه ضمان أوتوستار، ضمان أوتوستار يمدد الضمان للعميل إلى الأمام، ممكن بأن يقيم بالصيانة، وإذا أي مشكلة عنده لغاية 100,000 ممكن يكون على ضمان. طيب بس في اشتراطات أيضا ضمان لازم العميل بأن يقوم فيها. طيب لو جينا نتكلم عن فريق الصيانة أو طاقم العمل عندكم هناك، أعطينا فكرة عنهم، يعني هم شباب سعودي مدربين أو لا في مجموعة جاية من برا تشرف على الشباب اللي هنا؟ والله طبعا الخبراء لا غنى عنهم، لابد يكون عندك خبراء وطعم الخبراء هذول مع الشباب الجديد. يعني عندنا عن طريق المعهد السعودي الياباني، عن طريق شركة الأيسر، عن طريق أسوزو، في عندنا شباب نقبلهم في فروعنا أوتوستار كمهندسين صيانة، ومنهم أيضا كفنيين صيانة. الشباب دولي في البداية يبدوا كمساعدين للفنيين المحترفين، وعلى أساسه يمسكوا الشغل حبة حبة معهم. ممتاز. في اتفاقية بينكم بين المعهد أنه مثلا الشباب اللي تخرجون يعطى لهم تدريب عندكم؟ في اتفاقية، بس مش عن طريق أوتوستار مباشرة، هي عن طريق شركة أسوزو بحكم هي أحد الشركات اليابانية، لأن المعهد لابد تكون أحد الشركات اليابانية يكون فيه. إن شاء الله الإخوان أيضا في نيسان السنة هذه أتوقع قصة الحمران الآن أغلبها أتوقع مع العيسى، ففي شباب كثير بناخذهم من الفروع الموجودة عندنا. في أيضا التوظيف المباشر، إحنا بنستقبل شباب من المعهد المهني أيضا، ويكون يتم لهم تدريب ويتوظفوا في أغلب الفروع الموجودة عندنا. إحنا الآن نتكلم عن فروع في مختلف المناطق، لما قلنا الآن عندنا الآن 15 فرع وورشة حول المملكة، عندنا أيضا إضافة عليها 5 مراكز جديدة إن شاء الله خلال الفترة هذه تفتح في الخارج، في الدوادمي، في تبوك، نجران وردي افتتاح الحمد لله قبل تقريبا أسبوع، ما افتتاح رسمي ولكن افتتاح تجريبي. عندنا أيضا في المنطقة الشرقية أيضا إن شاء الله يكون عندنا فرع كبير في الأحساء، استقبال الشباب في منطقة الأحساء هناك، وفي إضافة ذلك الفروع المتواجدة حاليا في حفر الباطن وفي الخبر وفي الدواسر وجوار الدواسر. طيب هل مراكزكم متخصصة في الصيانة فقط ولا عندكم ورش سمكر وبوية؟ طبعا هي 3 أقسام، فيها الصيانة السريعة اللي تقوم بالصيانة الوقائية لكل السيارات، زيوت وفلاتر وأقمشة وغيره، بالإضافة اللي هو الصيانات اللي هو العامة اللي تكون فيها توظيف المحركات والجيربوكس سسبنشن ونظام التعليق كامل. بالإضافة إلى ذلك قسم جدا مهم اللي هو قسم السمكرة والدهان. قسم السمكرة والدهان احنا شغالين عليه في أغلب الفروع، موجود عندنا في كل المناطق، عندنا ورش تهتم بقسم الصيانة بقسم السمكرة والدهان. في مشروع إن شاء الله قريب كبير شغالين عليه في جدة، يعني قدام إن شاء الله نعطي أخبار عنه. ما يكون لنا شيء حصري حنا هنا في تونتيرو؟ والله هو مشروع كبير إن شاء الله بيكون فيه بخص قسم السمكرة والدهان إن شاء الله. طيب إيش تشوف الإقبال أكثر، أو في المنطقة الوسطى ولا الغربية؟ الإقبال أكثر من حيث لو العملاء، أي العملاء شراء سيارات ومن حيث الصيانة؟ لا الشراء طبعا، هذا الشراء أنت ملزم بالصيانة يعني ما فيها مفر هذه. طبعا إحنا أحد فئات العملاء عندنا مش الريتير كاستمر فقط، اللي هو الزباين اللي هو دور تو دور. في أيضا عندنا شركات متعاملة مع شركات كبيرة من كعقود صيانة، منها شركة هلا، مجموعة هلا جروب عن طريق أفيوس تأجير السيارات، أيضا نقوم بالصيانة لها في كل في مختلف أنحاء المملكة. بالإضافة إلى أيضا هم الوكيل الرسمي لشركة MG، أيضا إحنا كوكيل رسمي لهم. في تعاون بينه وما بين شركة هونداي، فبنقوم بالصيانة للعملاء وبنقوم بالصيانة للشركات، فطبيعي من الشركات تكون أكبر من العملاء. أغلب العملاء يحب أن يقوم بالصيانة في الوكيل، ولكن اللي جرب أوتوستار الحمد لله بيكون باستمرار معنا. أوكي ممتاز.
طيب انا بعطيك فرصه كذا ترتاح شوي. بنطلع لفقره كذا يعني طبعا توين تيربو برنامج متخصص في رياضه المحركات وحريص على تغطيه البطولات على مستوى الخليج. قبل امس الجمعه والسبت كان في رالي في الكويت وكان في مشاركه قويه صراحه من الشباب السعوديين هناك وكان في تحدي من قبل وتصاريح قبل الرالي. الحمد لله انتهى الرالي، حصل على المركز الثاني الكابتن احمد القشعمي والمركز الثالث الكابتن صالح العبد العال، فبناخذهم باتصال ان شاء الله. وفي ناس كثير استفسروا عن عدم مشاركه الكابتن يزيد الراجحي، فبعد اللي بنطمنكم على الكابتن يزيد ليش ما شارك. لكن معنا الان الكابتن احمد القشعمي. مساء الخير يا كابتن. هلا والله مسنور، حياك الله. اول شيء نقول لك الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك وطول عمرك. الله يسلمك كابتن احمد. لا تعطينا فكره عن مشاركتك بالرالي، كم كانت المسافة والفئة اللي شاركت فيها؟ والله هذه أول جولة من البطولة المحلية. طبعا أنا شاركت فيها العام الماضي في أول جولة وخدت المركز الأول، بس ما قدرت أكمل البطولة يعني صار عندي ظروف ولا قدرت. والموسم هذا شاركنا بأول جولة، طبعا كانت هي على بدايتها يعني بطولة الكويت قليل مشاركين، لكن ما شاء الله السنة هذه تفاجأنا يعني بأعداد كثيرة وأسماء كبيرة يعني ما شاء الله. هي البطولة كم جولة هي؟ هي أربع جولات، هذه أول جولة وبقى ثلاث جولات. أي بينهم كم الفاصل الزمني بينهم يعني؟ والله يعني على شهر ونص، شهر ما في أقل من شهر يعني. الجولة القادمة بعد تقريبا شهر وعشر أيام كذا. ممتاز. طب خلينا نتكلم عن الموتر اللي شاركت فيه، وش نوع؟ طبعا T1 أنت شاركت، هي فئة واحدة. كل السيارات فئة واحدة. أي. طبعاً مشاركتي أنا الصراحة يعني أول ما راح تشارك حتى أني قلت الكل اللي يعني اللي راحين معي واللي يعني مشاركتي مجرد مشاركة بس ما راح تنافس. لأن السيارة اللي معي أنا يعني يوم شفت السيارات اللي هناك أنا جهز لي سيارة ولا خلصت. ومعي عندي سيارة ثانية موجودة شاركت فيها يعني هي صراحة أقل سيارة موجودة. عطنا فكرة على السيارة، وإيش السيارة اللي معي؟ والله اللي شاركت عليها جيب شروكي مجهز مصنف، لكن يعني ما فيها منافسة يعني للسيارة الثانية. ما شاء الله في سيارة مصانع، السيارة اللي شاركت عليها صالح عبد العال، سيارة يزيد الراجحي، الهامر، وفي القطري عبد الله الربان، وفي الإماراتي علي الشاوي، كلهم معهم سيارات مصانع ما شاء الله. الحمد لله يعني بعد توفيق الله قدرنا نحقق المركز الثاني ونجمع النقاط، وإن شاء الله الجولات الجاية بإذن الله نحاول يا الأول يا ثاني إلى ما نأخذ البطولة إن شاء الله. طيب الحين الجولة الثانية، حبيت هالموتر ولا تبي تجيب الموتر الثاني إلى جاهز؟ لا والله خلاص صحيح ما عاد فيها. طيب من الملاح اللي كان معك؟ والله معي محمد القشعمي. محمد أخوك ولا من؟ لا ولد عمي. أي ونعم فيكم. ما عليك. طيب كم كان مسافة الرالي؟ والله هي ست جولات بس المسافة ما تحضرني بالضبط. أي ما تحضرك. هو كان الرالي مدة يومين. الرالي الفعلي يوم واحد، لكن اليوم اللي قبل اليوم الجمعة الفحص الفني والعصر حفل الانطلاق. الجولة استعراضية. إيه وكان بحضور الشيخ عبد الصباح هو اللي مفتتح الرالي. طيب كابتن أحمد لله. الحمد لله نقول لك ألف مبروك مرة ثانية ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله بالجولات القادمة. شكرا لك كابتن أحمد. هلا وسهلا. حياك الله. سبحان الله يعني الرجال راح بموتر ما كان يتوقع يعني شروكي والمواتر اللي موجودة هناك، وسبحان الله جاب المركز الثاني. فدائما نقول إن يمكن المظاهر ما الواحد ما يبني على المظاهر هذه. والله العزيمة لها دور قوي أكيد يعني. هو يمكن يقولك رحت أبشارك بس شاف يمكن بعضه البعض يشوف المواتر اللي موجودة معه وقت، لأنك ما تعرف مين بيشارك بتروح هناك وقت السباق. فعلا بعضهم يتأثر نفسيا فهذا يأثر على السائق في المشاركات، لكن ما شاء الله عليهم الشباب ما قصروا ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. مبروك له إن شاء الله للأمان. إن شاء الله يستاهل والله الفوز. طيب بيكون معنا بعد نشوف الكنترول الآن معنا اتصال الكابتن صالح ولا بعد الفاصل؟ طيب بعد الفاصل الكنترول أبشر ولا نزالي. طيب نرجع نتكلم أبو حسن عن موضوع الصيانة. دائما نسمع مشاكل الشركات عن الضمان وبعضهم يجي يشتكي ومشاكل الضمان. لو نعطي فكرة كذا أو نبذة للمستمع وش الأشياء اللي فعلا ما تكون تحت الضمان والأشياء اللي تكون تحت الضمان؟ والله هذا تختلف من شركة لشركة في تصنيفها يعني. أي حاجة خلينا نقول عندنا تيرن وير
المتآكلة والسلاكية ما يكون تحت الضمان. المشكلة العميل لما يأخذ السيارة يفكر بأنها من A to Z، بأنها تشمل الضمان، ولكن هذا شيء يختلف. يعني لكل شركة لابد العميل أول ما يشتري السيارة يمر على كتالوج الضمان ويشوف الأشياء إيش اللي مشمولة في الضمان والغير مشمولة في الضمان. لأن في مشاكل كثيرة لما تيجي تعاين بتلاقي بأن شيء العميل بيحتاج فيه وهو أساسا غير مشمول في الضمان، بس الشيء اللي شامل للضمان أكيد العميل حقه بأن يستلمه. طب خلينا نتكلم أشياء اللي عندكم مثلا، وإيش اللي مش شامل الضمان؟ خلينا المستمع يعني يفهم وش يعني لما نتكلم عن أشياء غير شامل الضمان. عندك الأشياء كسيور المحركة، السيور، و خلينا نقول أقمشة الفرامل، أقد الكهرب بشكل عام، أقمشة الكهرب عندك، دينامو ما دينامو هذه أوكي تشمل، ولكن المشكلة عندك في خلينا نقول سبيل المثال في الفلات والأشياء هذه الاستهلاكية لا يشملها الضمان. يعني إذا كان العميل ممكن في شيء يشمل الضمان ولكن العميل ما قام بالصيانة المفترض بأن تحافظ على هذا الجزء، لأن أساساً عندك صيانات دورية، الصيانات الدورية هي عبارة عن صيانة وقائية. طيب أنا بوقف معك بالنقطة هذه، اسمح لي بس. لأنه هنا يعني قبل فترة طلع وزير التجارة وكذا وغرد في تغريدة وصرح أنه العميل غير ملزم بالصيانات الدورية والضمان ساري حتى لو ما حافظ على الصيانات الدورية. أنا بسمع منك الرد لكن بعد الفاصل لو تسمح لي. تفضل. مستمعينا نطلع على الفاصل الثاني وعقب راجعين متواصلين معكم بتوينتر، بخلكم معنا. توينت تيربو مع فيصل الصيخان. يا هلا ويا غلا فيكم، حياكم الله من جديد بتوينت تيربو. خلوني بعد أذكركم، يمكن أنا بداية الحلقة يمكن نسيت أذكركم بالأرقام السي سي 84770 موبايلي 640 660 وزين 7462 62. أي شخص عنده استفسار في مجال الصيانة فيما يخص مراكز أوتوستار إكسبرس يرسل لنا استفسار وبقرأ لك إياه الهواء مع ضيفنا الأستاذ ميثم آل مسكين مدير عموم الصيانة العامة بشركة الصيانة العمومية أوتوستار إكسبرس. كان عندي سؤال أبو حسن يمكن مهم شوي في موضوع الضمان، وأنه طلع وزير التجارة وكتب تغريدة أنه العميل غير ملزم بالصيانة الدورية والضمان يكون ساري الفترة كلها. بس أتوقع بأن هذه المعلومة لما طرحها الوزير الله يحفظه يعني كان هي مش معناته بأنه ما تقوم بأي صيانة وتخلي السيارة زي مثلا غيار زيت المحرك. غيار زيت المحرك من الأشياء جدا مهمة وضرورية. لما يجيك عميل ماشي ردي 30,000 أو 35,000 بدون غيار زيت وفلتر، 30,000 وصلت هذا الشيء ممكن تمشي، بس بس تبدأ المشاكل بعدها، تبدأ المشاكل فيها وتطلع من وراها حرارة، تطلع منها تصلب الماكينة، تطلع منها أشياء كثيرة. فالعميل لابد يفهم بأنه صح نعم بأن أنا ممكن أمشي بالسيارة أوكي، ممكن ما عملت الضمان أوكي، بس أحاول تعكسها على جسم الإنسان أيضا. جسم الإنسان يحتاج إلى وقاية، نفس الشيء السيارة جماد يحتاج إلى وقاية، غير الزيت والفلاتر والموية شيء ضروري بأن ينتبه للإنسان. يعني ممكن لا سمح الله تمشي معه، بس لا سمح الله فجأة وهو مسافر على خط طويل مثلا، خلينا نقول من هنا إلى الرياض 9 ساعات ولا 10 ساعات مثلا، يتعطل في وسط الخط مشكلة أساس بأن ما قام بالصيانة ضرورية، ممكن تفكه من مأزق في خط مقطوع للأسف. فالواحد لابد يقدم الوقاية أول. أكيد. طيب خلينا أنا بس يلا عشان ما نودي أزعلكم، بس في اتصالات نبدأ نستقبل اتصالات اللي عنده أي استفسار. ألو عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك، تعرف عليك. أخبارك؟ أتصل معك طلال من الرياض. طلال؟ أي نعم. أهلا طلال، تفضل. أنا مبدئياً متخرج يعني ميكانيكي سيارات. فأنا الآن يعني لاحظت من الأشياء اللي لاحظت فيها من شغلي في الوكالات أو بعض الوكالات إنه يكون على الغطاء في عيار زيت معين لكل سيارة. صحيح. سواء كبيرة أو صغيرة. صحيح كلام. بعدين الوكالة حاطة زيت معين فوق يعني، أو إنه يكون مخزن طريقة ما فتعطي كل السيارات بنفس الزيت هذا. وين الالتزام بالعيار اللي محطوط من الشركة نفسها؟ صحيح. يعني مثلاً 5W30 في سيارة 10W30 أو 20W50 على حسب نوع السيارة وثقلها وحجمها وكذا. حلو. فتفاجأ إنه الزيت مرة مستوى واحد لجميع السيارات. فهذا راح يسبب على المدى البعيد أشياء يعني مضرة بالسيارة. اللي توظيب وما توظيب واضح سؤالك، يعني تقصد بعض الشركات تستخدم نوعية معينة ودرجة لزوجة معينة لكل سياراتها. اي تطبق على كل السيارات. واضح. ولا تلتزم بالعيار اللي مكتوب على غطاء الزيت، لأنه كل لو الغطاء يعني ما له أهمية أو عيار الزيت ما له أهمية ما كتب على الغطاء.
واضح خلاص. الان تسمع الاجابه من استاذ ميثم. شكرا لك، حياك الله. سهله، ناخذ اتصال بعد. الو الو. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ بخير ونعم الله يسلمك. شلونك يا سلطان؟ لك وحشة يا ابو مساري. تسلم وانت اكثر، الله يعطيك العافيه. الله لا يحرمك من عزيز غالي. بس امين ومن يقوله يسمع. سؤالك يا سلطان. ايوه، احب اسلم على ضيفنا الطيب. الله يسلم. حياك الله اخوي. تسلم يا سلطان. بس سؤالين يا ابو مساري وابغى لها حل. الله يرضى عليك. يلا تفضل. طيب انا عندي سياره كيا ريو 2013 ماخذها من اوتوكار. تفضل. تمام. وقد حصل لي حادث وانا تكفلت يعني بتصليحها. تمام، لانه لما وديتها الوكاله هم مؤمنين على السياره تامين شامل من الى. اوكي. راح يا ابو مشاري يقول لي اروح افعل التامين، يعني افعل التامين 500 ريال. اوكي اوكي. ايوه، واخلي السياره عندهم لمده 90 يوم، 3 شهور عشان استلم السياره. ايش الضمان هذا اللي قاعدين تتكلموا عليه؟ طيب ما اعطوك سياره بديله ولا اي حاجه؟ وبعدين ابو مشاري ازيدك من السعر بيت، يعني ادوني خيارين. اوكي. أبدل الزيت والفلتر لمدة 3 شهور، أوكي، ولا يفعلوا التأمين لمدة 4 سنين ضمان للسيارة. طيب الآن تسمع الإجابة من عند الأستاذ ميثم المسكين. السؤال الثاني سلطان، عندك شيء ثاني؟ تسلم يا حبيبي، هلا وسهلا، حياك الله. ناخذ اتصال بعد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك؟ ممتاز بخير الله يسلمك يرضى عليك. من معي؟ ان شاء الله. طيب، معك بندر عيسى. هلا يا بندر، شلونك؟ ايش اخبارك عمي؟ والله بخير الله يسلمك يرضى عليك. وسلم على ضيفك الكريم. تسلم يا حبيبي، يعطيك العافيه. حياك الله. واطلبك طلب بس يا ابو مشاري، ابغى توجه كلمه بس سم الله عدوك يا ابوي، ابغى توجه كلمه انت وضيفك للسواقين المتهورين. طيب ابشر. وبحيي على صديق سلطان حسن عامر. طيب المستمعين. طيب ابشر، يعطيك العافيه. شكرا لك، هلا وسهلا، حياك الله. طب نرجع للاستفسار. طلال يقول يعني انه متخرج ويلاحظ في معظم الشركات، ما نبي نقول كلهم يعني، مع انه العميل الظهر لو يدري ايش يصير داخل يمكن ما يجي الشركه، يقول انهم يستخدمون زيت درجه اللزوجه اللي هو مثلا درجه واحده لجميع انواع سياراتهم، رغم انه يكون في الغطاء مثلا مكتوب 20-30 ويستخدمون، او خلينا نقول العكس لانه افضل 35 فكلهم يستخدمون 20-50 مثلا. صحيح بان في لكل سياره زيت معين، بس تيجي لأغلب الشركات عندها مختلف أنواع الزيوت. يعني مثلا إحنا نتكلم عن أوتوستار، نقول أنا اشتغلت من أول في شركة توكيات الجزيرة والآن أنا مع أوتوستار. لما نتكلم عن أوتوستار عندك مختلف أنواع الزيوت موجودة، عندنا 10W30 وعندنا موجود اللي هو 5W30 وعندنا أيضا 20W50. نعم. فهي على رغبة العميل، هذا شيء، لكل سيارة لها زيت خاص فيها يناسبها. لما نتكلم عن 5W30 الآن وإحنا نستخدمه السينثيتكس، سنتاتيك اللي هو الزيوت التخليقية ممكن الناس تعرفها بهذا المسمى، بتناسب أغلب أنواع السيارات بشهادة واعتماد أغلب الوكلاء، وهذا الشيء إحنا شغالين عليه. لو الشركات بدأت بزيوت غير مناسبة للسيارات كان أغلب السيارات خربت، بس إحنا نستخدم زيت يناسب أغلب السيارات، لأن يعني صعب أنك تجيب زيت معين لكل سيارة، ولكن مع ذلك في أوتوستار متوفرة. طيب. يعني أنا من الناس اللي مشرف على الصيانات وأنا اللي بطلب الزيوت لكل عملائي. ممتاز. طيب بالنسبة للاستفسار سلطان، ما أدري، أعتقد ما يخصكم هو في سلطان، دخل في الضمان ودخل في التأمين ودخل حوادث، ما هذا الشيء ما يخص الصيانة، ما يخص الصيانة بشكل مباشر، يعني هو يرجع إلى شركة التأمين اللي ممكن عنده مشكلة مع التأمين وفي اتفاقية التأمين. نعم. طيب ممتاز. يعني سلطان احنا ما لأنه لو جيت للتأمين، معلش أخوي ومشاري، لو جيت للتأمين يعني مو كل الشركات تعطيك سيارة بديلة في أثناء الحال، على حسب بوليصة التأمين الموجودة عندك، ولو أعطوك ممكن يعطيك 10 أيام مثلا كحد أقصى وبحدود معينة، حدود مالية معينة. طيب سلطان، ممكن ترجع تقرأ العقد اللي أنت موقع عليه وتعرف البنود اللي في العقد، ولو في أي شيء تقدر تروح لوزارة التجارة وتقدم شكوى. طيب نرجع بعد ناخذ اتصال. حنا قلنا يعني الأبطال المشاركين في رالي الكويت، معنا الكابتن صالح العبد العالي، حاصل على المركز الثالث. مساء الخير يا كابتن. يا مرحبا اخوي فيصل، حياك الله. الله يحييك. انا داري انك ما شاء الله راجع بالطريق، بس ان شاء الله اني اتصلت عليك وقت مناسب وعندك رساله بس اقدر اتكلم معك ان شاء الله باذن الله. اول شيء نقول لك الف مبروك يا كابتن صالح، تستاهل. الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب، ومسي على الساده المستمعين بالخير، مساء الخير والسعاده عليكم وعليك ان شاء الله. كابتن صالح، اول شيء يمكن انا اتوقع يمكن هالتجربه مميزه لك. الكابتن صالح بالنسبه للمستمعين شارك برعاية الكابتن يزيد الراجحي
وساق السيارة الهامر الخاصة بفريق الكابتن يزيد. كابتن صالح، يا ليت تعطينا نبذة عن تجربتك هذه. هل كان فيه تدريب على السيارة قبل الرالي؟ متى جات الفكرة؟ متى قررت المشاركة؟ والله حقيقة أنا كنت عازم على المشاركة بالجولات القادمة برالي الكويت، ويعني مثل ما قلت كنت مقرر أني أشارك على سيارتي الخاصة، وطبعا سيارة من يعني تجهيز محلي واجتهادات شخصية من عندنا. فصراحة كلمني الكابتن يزيد، ويعني مثل ما تقول نتكلم عن الراليات وعن الاستعداد والتجهيز، خاصة لما أعلن الكابتن يزيد عن مشاركته برالي دكار حبيت أني أدق وأبارك له على المبادرة هذه. فتناقشنا اليوم بالموضوع وبلغته أني إن شاء الله أشارك بالجولة الجاية بالكويت، وقال لي طيب يعني ليش ما تجرب سيارة مصنع وكذا. قلت أتمنى شيء هذا، فمشكورا هو دعمنا على دعمه، وليس يعني الكابتن يزيد دعمني كثير صراحة أنا ودعم غيري، هو دائما سباق صراحة ودعم الشباب السعودي دائما ما شاء الله عليه، فعرض علي الدعم الحمد لله. طبعا بعد ما اتفقت أنا والكابتن يزيد أخذت السيارة وسويت عليها تجارب بسيطة صراحة لضيق الوقت، يعني التأخير مني إني أنا تأخرت باتصالي على الكابتن يزيد، والحمد لله يعني صح إني ما أخذت على سيارة، والدليل إني كنت في المراحل في الكويت مثلا كل جولة يعني كل مرحلة مثلا أخذها مثلا بنص ساعة، المرحلة الثانية تلاقيني أخذها مثلا ب 28 دقيقة، يعني نزل شيء صعب جدا في مجال الراليات، وأنت أخوي فيصل تفهم بالموضوع انك تقلص بالمرحلة نفسها دقيقتين هذا شيء مو بسيط. صحيح اكيد. ليش؟ لاني كنت اخذ على السيارة على كيف اني اقدر اتحكم بالسيارة بشكل اسرع. بس كابتن صالح يعني الحمد لله، لكن انا اقول لك شفت لك اليوم لقطات يعني ما شاء الله عليك متهور ترى يا كابتن. والله اليوم كلمني واحد من الشباب من الكويت يقول حصلت رقمك واتصلت عليك، يقول انت افترست الرالي. الله يعطيك العافية إن شاء الله. أي والله والحمد لله، وكثير من اللي أثنوا علي وقالوا إنك أكلت الجيم ما شاء الله تستاهل. سيارة ساعة سيارة مصنع، سيارة لها بطولات مع الكابتن يزيد، ويعني وحققت إنجازات. وأنا دائما أقول دائما إذا اجتمعت الموهبة والإمكانيات بتلاقي بطل، يعني دائما أكيد، والخبرة بعد لها دور كبير هذا الكلام. فال يعني الكابتن يزيد أتاحني الفرصة حيث إني أبين، ولا بأول مرة يعني نتذكر برالي الشرقية الكابتن يزيد أعطاني السبارو الخاصة فيه شاركت عليها أكيد. أول بطولة في حياتي أشارك برالي، حققت على مستوى الشرق الأوسط ومركز ثالث، على مستوى السعوديين المركز الثاني خلف الكابتن يزيد الراشي. والله كابتن صالح الحمد لله. سم أقول لك كابتن صالح، أنت ودك بس تتجه للسيارات، بس تخاف من ربعك حد بالدراجات يزعلون عليك. لا الحمد لله الدراجات ماشيين والإنجازات موجودة بالدراجات، لكن دائما الانسان يبحث عن الافضل ويعني يرتقي، طبعا مو بقصور باهل الدراجات او بالدراجات، لكن الحمد لله مثل ما تقول المجال ذا قفلنا عليه الدراجات، يعني الحمد لله ما شاء الله عندي انجازات الان، عدد انجازاتي اكثر من 100 بطوله والله الحمد، يعني ما شاء الله تستاهل، يعني عندي اكثر من 100 بطوله محليه وخارجيه وعلى مستوى دولي، شاركت مرحله من بطوله العالم، شاركت في مرحله من بطولات الشرق الاوسط الجروب ان، فالحمد لله. هو الواحد دائما يسعى لتطوير نفسه، دائما اني عندي الامكانيات قاعد احاول لو امكانياتي ضعيفه، فدائما ما نبحث عن الرعايه والدعم، يعني كل الشباب السعودي عندهم امكانيات، ليس صالح وفلان وفلان، صدقني عندنا ابطال بس نحتاج للدعم والرعايه، يعني حتى مثلا اهتمام الاتحاد السعودي فينا واهتمام رعايه الشباب والرئاسه العامه داعمين من الشركات، لو التفتوا للشباب وللمواهب اللي عندنا صدقني راح يشوفون أبطال على مستوى دولي إن شاء الله. قد ما عندنا شك، وحنا بعد بتون تيربو ناقشنا أكثر من مرة موضوع رعاية الشركات، ولكن ما زلنا مستمرين وبنضغط على الشركات لين إن شاء الله نشوف الوضع يتحسن. عموما كابتن صالح نقول لك ألف مبروك الفوز مرة ثانية، وإن شاء الله ربي يوفقك في الجولات القادمة أنت وباقي الشباب. الله يبارك فيك، وأنا ترى بوجه لك دعوة خاصة
لحضور الجولة الثانية إن شاء الله برالي الكويت. سم إذا الله أحيانا إن شاء الله وما عندي شيء أبشر من عيوني تامر أمر. الله يحييك متشرف. أهلا وسهلا حياك الله. يا هلا حياك. هلا بك والله. مستمعين طالعين الفاصلنا الأخير عقبه راجعين متواصلين معكم بتوين تيربو وبيكون معنا مداخلة بس بخلي لكم يا عقب الفاصل إن شاء الله. توين تيربو مع فيصل الصيخان. يا هلا ويا غلا فيكم حياكم من جديد. وصلنا معكم للفقرة الأخيرة من برنامج توين تيربو حلقة اليوم اللي كنا نتكلم فيها مع الأستاذ ميثم المسكين مدير عموم الصيانة العامة بشركة الصيانة العمومية وتستار إكسبريس. أنا ما نسيتك بندر بالنصيحة اللي تبين نقدمها لكن هذه إن شاء الله بنخصص لها حلقة يوم عن السرعة عن التهور نقدم فيها نصيحة ونحاول يكون أحد موجود معنا من الإدارة العامة للمرور. لكن خلنا الحين نأخذ نصيحة منك أبو حسن عن السيارات أو الناس اللي تأخذ سيارات تحتاج إلى الصيانة. هل أنت يعني شلون الناس أنه تحافظ على سيارته؟ هل ملزم مو ملزم يعني الصيانة الدورية تشكل شيء إيجابي له أو ممكن يسوي صيانة برا لكن في أشياء أساسية حافظ عليها؟ يعني بتكلم عن الصيانة بشكل عام. لو جينا نتكلم عن السيارات الجديدة الآن أي عميل بيأخذ سيارة جديدة يحب يهتم فيها سواء كان في الوكالة أو غير الوكالة. بس أنا أنصح جميع أخواني بأن الصيانة في الوكالة جدا مهمة لأن في أشياء ما تخطر على بالك يمكن تحديثات من الشركة المصنعة إضافات جديدة على السيارات لتناسب جونا وظروف الجوية ممكن في مشاكل حصلت عند عملاء آخرين في دول الخليج وشركة المصنعة تحب أن تطبقها عندنا في السعودية بحكم أن أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط. فزيارة الوكيل جدا مهمة. هذه من خبرتي السابقة بأنه في أحيانا ما تكون فيه كتغيير قطع مثلا بس ممكن تكون فيه كبرمجة أشياء وقائية للعميل ويحصل عليها مجانا من الوكيل أو من المصنع. ففي أشياء موجودة ولكن للأسف حين ما نستفيد منها. ممتاز. فنتمنى الكل يحافظ عليها. أي نعم ممكن واحد يقول والله فيه سعر غالي. أوكي السعر غالي بس الحياة أغلى. صحيح. طيب في اعتقاد في الوسط خلينا نقول الميكانيكي شوي الناس اللي يقول لك يعني بالذات زيت الجير وزيت الدفرنس مجرد ما انك تغيرهم خلاص يعني الجير يضرب او الدفرنس الكورونا تروح يبدا يعني يصير في صوت او انه مدى هالكلام صحته والله شيء واقعي صحيح ان عدم القيام بالصيانه الدوريه لها تخلي تكون عندك مشاكل خاصه في الجير. يعني الجير لما كان صيانه وقائيه زي ما هو موصي المصنع كل ما بين فتره وتغيير الفلتر حقه اساس تنزل نفس الرواسب بتقفل لك مجال الزيت وعلى اساس اول ما ينزل بعد فتره خلينا نقول 40 50000 و60000 اللي هو فتره الضمان تلاقي بأن تلاقي في مشاكل تحصل تأخير في التعشيق تلاقي شوك أثناء التعشيق فهذا سبب مشاكل العميل لو حافظ على الصيانة بشكل مستمر واستخدام الزيت الموصى فيه للجير بوكس. ممتاز. يعني خلاص يعني أنك تحافظ على الصيانة يا هو قطعت لا تغير الزيت هو الأفضل. يعني ما فيها اليومين سيارة رخيصة يعني أغلب السيارات يعني سعرها غالي. طيب أنا وعدت مستمعين أنه في اتصال عندنا عقب الفاصل الاتصال معنا الآن جاهز لكن في ناس كثير كانوا يسألون عن البطل السعودي الكابتن يزيد الراجحي. هو سوى عملية قبل كم يوم فحنا حريصين أننا أول شيء نطمن على صحته ونتحمد له بالسلامة وبعد نطمن مستمعين وجمهوره عنه. مساء الخير أبو محمد. هلا مساء النور يعطيك العافية أخوي فيصل. الله يعافيك. أشكر الجمهور على متابعته وتشرف فيهم. الله يسلمك. نقول لك ألف حمد لله على السلامة أجر وعافية إن شاء الله. الله يسلمك جزاك خير ووفقك. أول شيء طمنا عن صحك أبو محمد. ناس كثير يسألون وش العملية يعني عسى إن شاء الله إنه شيء بسيط. لا الحمد لله كان عندنا مشكلة المرارة قبل تقريبا 6 شهور والغيت كذا مشاركة بهذا السبب وكان اختيارها اخترت اني اسويها في هذا الوقت اني يكون عندي تقريبا شهرين لاني الغيت بعد مشاركتين اضافية واكون مستعد ان شاء الله قبل رالي دكار لاني تخاف المرارة تجيك فجأة واذا جاتك مفاجأة بتسوي العملية في اي مستشفى واي طوارئ. صحيح. فقلت انك تختار الطبيب يكون افضل وتختار الوقت يكون افضل من انه الوقت يجبرك انك انت تسويها. الحمد لله على السلامة ابو محمد. الله يسلمك. طيب ابو محمد نرجع نتكلم عن شيء مو مستغرب يعني شفنا اكثر من مره دعمك للمتسابقين في رالي حائل ودعمك للكابتن صالح من ايام فريق الدراجات من قبل كم سنه. تفاجأنا كلنا بظهور الكابتن صالح عبد العال مشاركته برالي الكويت. المفاجاه كانت انه مشارك بسياره الهمر الخاصه بيزيد الراجحي. ما اعرف شلون جات الفكره كابتن. طبعا صالح سواق جدا متميز ومتمكن والهمر سيارة جاهزة ومنافسة على أعلى المراكز.
يمكن آخر رالي في حائل ما توفقت الماكينة طبعا، انكسرت في آخر رالي، علم أنها ماكينة جديدة يعني اللي مركبة على السيارة، ولكن توفيق من رب العالمين. فأكيد أن هذا واجب علينا، وكان الاختيار أنه صالح سائق متمكن، والهمر جاهزة، فتراكب الوقتين مع بعض، فقلت أنا ما عندي مشكلة أني أشارك عليها، وهذا واجب علينا نشجع أبناء الوطن تشجيعهم على المنافسات والمشاركة وتمثيل الوطن أفضل تمثيل. أبو محمد بصراحة توقعت له أي مركز بصراحة؟ أنا والله الصراحة كنت متابع صالح، يمكن يعرفني أنا متابعه وأعرف أنه يقدر يجيب مركز الأول، وكنت يعني أقول له شف يا صالح انتبه من اللقبات البطيئة لا تنقلم، أما السحبات الطويلة مطبات ما مطبات أي شيء قدامك لا تشير رجلك أبد. يعني كنت أوجه وكنت أقول له نزل الكفرات هواء، عشان مشكلة السيارة بتكون مع متنافس فور ويل في اللقبات البطيئة، الهمر ما ينافس تقريبا، فكنت أقول له نزل الهواء عشان يكون في تماسك في الأرض. وإذا جيت أماكن سحبات طويلة نعرف الهمر يقدر يسوي نتيجة، والحمد لله كنت متوقع له صراحة يسوي من المراكز المتقدمة، وصالح ساق متمكن، يمكن ما توفق كذا مرة بالسيارات، ولكن يقدر ينافس على مراكز متقدمة. هذا اللي شفناه يمكن اليوم، طلعت لقطات كثير فيديو شفنا، يعني أنا تو أقول له أنت متهور ما شاء الله عليك صالح، خاصة في الستريت وفي، لكن هذه طلعت توصياتك أجل أبو محمد. لا والله مبدع ما شاء الله عليه، مو التهور شيء والإبداع شيء، لا هو مبدع ومنتبه وحذر، حتى تكلمت أنا اليوم قلت له كيف الجنبات، قال أول جنب كنت يعني انتبه له شوي، تعرف ما يعرف السيارة هو لين يتعود على السيارة، بعد هذا الشيء يمكن ناس كثير ما يعرفونه، يمكن اللي شافه صالح اليوم على الهامر، صالح أول مرة يسوق الهامر في رالي، فلازم يأخذ وقت يتعود عليها، والسائقين اللي كان ينافسهم متعودين على السيارات وقت طويل وسياراتهم عارفينها بكذا مشاركة، وإن شاء الله أن في المستقبل يكون أفضل ويتمكن ومتميز زي عادته إن شاء الله. إن شاء الله. طب هل نبي نشوف صالح باقي الجولات بالكويت يا أبو محمد بنفس السيارة؟ والله ما في ترتيب معين، بشوف أنا كيف برنامجي طبعا، السيارة أنا شاركيها طبعا، فبشوف أنا كيف برنامجي، وإذا السيارة فاضية إن شاء الله ولا في شيء يضر على الجدول ما عندنا مشاكل. طيب وإذا جينا لمشاركاتك الشخصية أبو محمد، نبي نسمع عن مشاركة برالي حائل ولا رالي داكار بيعطلك شوي بيخليك تعيد حسابات يعني؟ لا بالعكس، رالي حائل بالنسبة لي رالي مهم جدا ورالي وطني أنا أفتخر فيه، يمكن آخر سنتين ما سويت نتائج في رالي حائل يعني ما توفقتي، ولكن الهدف أني أشارك في حائل حتى لو قدر الله ما عندي نتائج وفرالي حائل، وإن شاء الله أني أقدر أعوض، بس رالي حائل مشاركتي واجب علي ودعم لهذا الرالي ومشاركة فيه، فهذا واجب علي إن شاء الله كل سنة أنا موجود في رالي. يعطيك العافية أبو محمد، ونقول لك بعد الحمد لله السلامة المرة الثالثة، وسامحنا طولنا عليك. لا شكرا، تحت امرك، الله يوفقك، واشكركم على متابعتكم وتغطيتكم الرائعه وبرنامجكم اللي ما شاء الله مميز، الله تسلم قيادتك اخوي فيصل، بوجودك ابو محمد ربي يخليك، شكرا لك، شكرا جزيلا، هلا وسهلا، حياك الله. طيب ابو حسن، يعني الذاكره رجعت فيني كذا، يعني الموضوع انه العيسى والصيانة وأوتو ستار ومشاركات الشباب، أنه كان العام بعد الراعي والسيارة الرئيسية في رالي حائل كانت شركة العيسى داخلة معنا، صحيح. نيسان كانت داخلة بقوة بصراحة، وكانت راعي لجميع السيارات الخاصة بالإداريين وبالضيوف، فما أعرف السنة هذه إذا في، أو هذه المعلومات لسه ما وصلت. والله المعلومات ما وصلتنا، بس إن شاء الله يعني العيسى الآن سبق في هذه النقطة، وإن شاء الله الله يوفقكم يا رب. أجل السيارات اللي تيجي بعد الرالي تجيكم على الصيانة على طول. الله يحييهم. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. طيب أستاذ ميثم المسكين، مدير عموم الصيانة العامة بشركة الصيانة العمومية أوتو ستار إكسبرس، صراحة استمتعنا بالحلقة معك، الله يسلمك، طيب معلومات مفيدة، الله يعطيك العافية، وشاكر لك وقتك معنا. الله يسلمك، أتوجه لك بالشكر أخوي أبو مشاري، وأيضا إلى مدير العام الأستاذ عبد الله البطحي، هو اللي شجعني بأن أحضر المقابلة هذه، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله نوجه له التحية، وما عندنا مانع ترى يكون معنا ضيف يعني الحلقة إن شاء الله الجاية، أبو سعود ما يقصر يعني. خلاص يا ليت أبو سعود أن تسمعنا، وما سمعتنا ترى بتنعاد على اليوتيوب، عاد أنا أوجه لك يعني دعوة على الهواء أنك تكون إن شاء الله معنا ضيف في أحد حلقاتنا برنامج توين تيربو. مستمعين يعطيكم العافية، اللي ما تابع الحلقة من بدايتها مثل العادة تقدرون تتابعون عقب يومين، إن شاء الله بتكون موجودة في قناتنا الخاصة في اليوتيوب، اكتب ألف ألف FM قوائم التشغيل برنامج توين تيربو. يعطيكم العافية، قبلوا تحيات أخوكم فيصل الصيخان، عساكم